هذا سؤال آخر. قال بأن بعض الناس يوقفون قبل رمضان بعض المشاريع، يقولون تنشرب الماء تيخرج اللي عنده شي خدمة يوقفها تيخرج. هاد الناس الذين ردوا بالكم، ردينا عليهم، حنا كنا نردوا عليهم. هذا اللي كانوا يقولوا لنا بأن رمضان ضد التنمية وخصكم تفطروا، سمعتوا ذاك الكلام اللي يقولوا خص المسلمين ما يخدموش خلال شهر رمضان، ولذلك كذا كذا، ولذلك رمضان ولا ضد النمو وضد التنمية وكذا، كان يقولها لنا هنا، ولكن احنا نعطيهم الدليل وما يقولوها ونرد عليهم احنا باللسان ديالنا، ولكن عمليا هذاك الشيء اللي نديروا، وقفوا الخدامه ونوقفوا كاع سيدي سير حتى ان شاء الله تيفوت رمضان. هذا محاربه لرمضان، هذه محاربه لهذه العباده. نحن يجب ان ننظم حياتنا بحيث لا يتوقف شيء من حياتنا، نظموا نوقفوا حياتنا، ولكن نظموا اما نبداو بكري قبل تصلي الصباح مثلا تبدا وتوصل حتى لواحد الوقت من النهار وتمشي الى خفت كذا، او تاخر حتى المساء ولا شي حاجه من هكا. ولكن باش توقف الناس، ثم انت رب عمل، انت عندك مثلا محل يشتغلوا عندك الناس، شركه ولا مقاوله ولا، تقول ما سيدي سيروا الله يهنيكم، وتما الناس محتاجين المال، محتاج باش ينفقوا يصرفوا على اولادهم، اذا كاين دائما واحد النفقه تكون زايده، واش ندير لنا؟ توقفوا. وشنو معناها؟ روح تطلب في سبيل الله. وفعلا كاين يمشي يطلب، ما عندوش يصرف على اولاده، كان خدام في رمضان وقفوه، ويمكن قبل رمضان كاع سيمانه قبل رمضان، سيدي روح الله يهنيكم، كل واحد يمشي البلاد، ناس يعيشوا بهذاك الشيء، الناس ما عندهمش مدخرات، الناس ما عندهمش الاموال راه زايده، راهم عايشين بداك. وعيب اننا نعطيو على رمضان انه شهر الكسل، عيب. ولذلك واحد يقول ما نفوتوش، سولنا الله يخليك الامتحانات راهم يجيونا في رمضان، شحال العام اللي فات كانوا الامتحانات راهم يجيونا في رمضان وكي نديروا؟ والله اكبر، حتى احنا فوتنا في رمضان امتحان ثم ونجحنا، تفوت رمضان وخسرت، كليت رمضان وخسرت، بحال دوك اللي يلعبوا الرياضه، غادي نديروا الرياضه ونديروا الرياضه وحنا غادي ناكلوا رمضان وناكلوا، كلاوا رمضان وخسروا، لا رمضان ولا هذه الاشياء. شوف لما تكون شيء شاق، ما يكون شيء شاق، ما يكون شيء شاق، نبداو ربنا يمكن في الظهور ما قديناش ولا في العصر نغلبنا، نشربوا ذاك الوقت نشربوا، ماشي نقلعوا بعدا من درك، بحيث الناس غادي لا تبع انتم الفقهاء حضروا راسكم، راه غادي نجبروا 30 ولا 40 حاله ديال الافطار، اللي دار هذه يفطر، واللي دار هذه يفطر، واللي ما ينعسش بكري يفطر، واللي دار هذه يفطر، فهمتوا؟ غادي يوليو الناس فاطرين وصافي. هو معنى انتهاك رمضان بطريقه مؤدبه. اللي ما عندوش عذر شرعي صحيح يجب عليه ان يصوم. علاش نقولوا احنا الناس الكبار الان اللي يبغيو يبينوا القضاء القدر ديالهم شنو يديروا الان؟ اللي يبغيو يبينوا قيمه الانسان شنو يديروا؟ يديروا اضراب عن الطعام، ياكل لا؟ فلسطينيين شحال قعدوا؟ كاين اللي يقعد شهرين، ولا مالاش كنقولوا له هذا؟ وقال لك انا عدم الصيام هو القوه ديالي. انت تقول له انا غير واحد الاله ديال الماكله، غير كمل مني الماكله صافي. انا معمر بالماكله، كي تمشي الماكله صافي، ما بقى لا نصلي ولا نصوم ولا هذا. هذه مسائل معوجه، لان لما يقودوا الناس المجتمع بعض الناس تافهين، وكاين اللي ما عنده غرض في الصيام هو بروحه فاطر، يقولوا له غير هكا ولا يعطيوه في شي برنامج في التلفزيون ولا لا، راه خصو يفطر هذاك، خصو يفطر هذاك. اللي عنده عذر لا يجوز له ان يصوم، مرض كذا خصو يفطر، واذا قال له الطبيب يجب ان تفطر، يجب ان يفطر، ما نلعبوش الى قضيه الصحه. اما قضيه الشباب والقوه كذا، هذه احنا موليها شبابنا، ما الحمد لله الصيام ما لان نقول لكم سؤال واحد اخر، اذا كنتوا غتفطروا في رمضان واش ديروا في الايام الاخرى؟ رمضان احنا نسمح لهم نصوموا في رمضان السي، كان يصوم الاثنين والخميس ياك؟ كاع الاثنين والخميس ياكل ما يخدمش ياك؟ وكاين اللي يصوم ثلاث ايام في الشهر، ها؟ وكاين اللي يصوم نصف شعبان، وكاع هادشي ياكلوا ونتهناوا مع راسنا، ما نبقاو احنا اقوى من هاد الاشياء. اكل الطعام تنظموا، والناس من الماء يتنظموا. انا نقول لكم مساله اخرى زين، وهم الطعام ما ياثرش، ياثر انعدام من النوم، الناس بداو يدورو بداو يهضرو وكذا وكذا، وكي يطلعوا النهار مقلوبين، لان قلت النوم اكثر
اما بعض المرات راكم تكونوا صايمين انتما ما عندكمش الخبر، راه بعض المرات تجيك انسان غير شغل، تجي هنا مشي هنا مشي دبرت على شي وراقي مشيت الاداره جبرتها مبلعه كذا كذا، منين بديت تدور كيكمل جبرت روحك قريب المغرب صمت بلا نيه وشنو طحت في الارض كملت الخدمه ديالك. ولكن هذه ما تبان لنا غير بعض فاللي عنده شي عمل ينظموا. وانا شحال من نقولوا ولينا هذوك الناس ما شعروهمش باللي راهم تافهين باللي خصهم شي، والحمد لله اللي بغى يشوف راه عندهم يشوف، اللي ما يشوفش ما يشوف. المسلمين ديالنا راهم يصوموا في رمضان في اوروبا وراهم يسمحوا لهم، صاموا في خدامين في لافوندري في ديال وصاموا واحترمهم الناس لصيامهم شمالهم. والرجل عنده 50 عام 60 عام، انت شاب عندك 25 عام، بعد رمضان خايف من ضرب، بعد انت توجد لرمضان اش غادي يدير لك؟ غادي ياكلك؟ وشحال صاموا الناس من 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 اللي نزل الاسلام والقران والناس تصوم. لذلك هذه بعض الاشياء اللي يحتالوا عليها الناس ويهونوا، لذلك يجب ان نحافظ على حرمات الشهر. لذلك الاصل هو الحفاظ على الحرمه، لذلك الشرع جعل اللي ينتهك الحرمه ديال رمضان خصوصا بالجماع جعل له عقوبه كبيره. ها؟ راه عنده عقوبه وصيام شهرين متتابعين وكذا، ولن يجزيه صيام الدهر كله مصامه. يبقى فيه دائما وخيتو قول انا كليت واحد 10 ايام نطلب الله يغفر لي ولا شعر، لان يعرف بانه تعدى تعدى على حق الله تعالى. قال لك صوم صوم واعطاك 11 شهر انت راك دير فيها اللي بغيت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على عبد الله.